من حوالي 8-9 سنين كنت رايح الواحات مع قرايب ليا، فكل ما بنعدي على نجع او قرية او قرية صغيرة او كده، كنا نلاقي ايه، وكان في الشتاء، كان المدارس كانت يعني لسه خارجة، الطلاب خارجين من المدارس، ودايما المدارس اللي انا كنت بشوفها كلها بنات. الملحوظة اللي انا عايز اقولها ان انا كنت من 9 سنين بشوف في اليوم ده المدارس الابتدائي والاعدادي والثانوي بنات، كلهم كانوا طالعين من مدارس محجبات. لما من حوالي 6 سنين تقريبا، مع احترامنا الشديد للداعية الاسلامي عمرو خالد، لما كان بيعمل دروس يعني الدروس الخاصة بالدين، كان بيروح له كم كبير جدا من الفتيات، غالبا كان بيطلع من الدروس دي بنات محجبات. أنا اللي بقوله دلوقتي على فكرة ملحوظة فقط، نحن نحترم المحجبات ونحترم المنقبات ونحترم كل فئات المجتمع المصري، ولكن أنا بقول ملحوظة لأن أنا أيامي مثلا، أيام الثانوية العامة بتاعتي مثلا، ما كانش فيه غير يمكن واحدة بس هي اللي محجبة في المدرسة، إنما المدارس دلوقتي بقت كلها محجبات. فهو الاتجاه تقريبا في مصر بقاله 9 سنين بينمو للاتجاه الديني. فعشان كده ما نستغربش ان الانتخابات اللي احنا بنمر بيها دلوقتي دي انتخابات الحزب الخاص بالحريه والعداله او النور اللي هو السلفيين والاخوان المسلمين، هم اللي تقريبا هيسيطروا على مجلس الشعب، او عدد كبير من الملحوظه اللي كلنا شفناها ان عدد كبير جدا من اللي نازلين كانوا ينتخبوا يوم الاثنين والثلاث كلهم سيدات. برضو برجع اقول انه انا ما بقولش حاجه او راي، انما انا بقول ملحوظه فقط، لان في ناس بتستغرب هو ليه هم اللي كسبوا. لا، انت اكيد ما بتروحش غير في مصر الجديده والزمالك. امبارح انتخابات الاعاده حصل مفاجاه بقى، ان الناس ما نزلتش تنتخب، مع ان احنا ما كسبش في المرحله الاولى او الاولانيه غير 4 فقط، اذا كان بقى مسلم يعني اخوان مسلمين او سلفيين او اي تيار تاني، احزاب تانيه. معايا في الفقرة دي الأستاذ حسين عبد الرازق، عضو المجلس الرئاسي لحزب التجمع. صباح الخير يا فندم. صباح النور. أرجوك فسر لي يعني ولا هو السلفيين ولا الإسلاميين اللي هو الحزب التيار اللي احنا كنت بتكلم عنه من شوية، ولا حتى الليبراليين، ولا عدد الناس اللي نازلة تنتخب قليل جدا كده ليه؟ الحقيقة قبل ما أجاوبك على سؤالك أنا ليا ملاحظة. اتفضل. مش التيار الديني اللي فاز لحد دلوقتي، انما اللي فاز تيار الاسلام السياسي. الاسلام السياسي، وده فرق كبير عظيم، لان نورني حضرتك. كلنا متدينين. نعم. مسلمين. نعم. مسيحيين، يهود، الى نعم. اخره، كلنا متدينين. تمام. انما ده تيار سياسي بيقول ان مرجعيته دينيه اللي هي مرجعيه الاسلام. عظيم. والاعتراض الأساسي على هذا التيار أنه بيدخل الدين في السياسة. نعم. بينما الدين مقدس. نعم. والسياسة هي مجال الاختلاف والصراع والجدل. نعم. وبالتالي بيضر بالدين وبيضر بالسياسة. دي ملاحظة أولى حبيت أحطها، وأرجو أن يبقى في حرص دائما يتقال. نعم. تيار الإسلام السياسي. أوه. والتيار اليساري والتيار الليبرالي، مش تيار ديني. احنا متفقين وتيار لا ديني. احنا إذا جاز يعني أصل هو كان في خلاف دائما على المادة الثانية، احنا متفقين. يا جماعة احنا بلد إسلامية أساس، يعني مش فيما يتعلق بالتراجع التصويت في أيوة. الإعادة. أيوة. هو منطقي بشكل عام، وإن كان التراجع كبير قوي بالنسبة للمرحلة الأولى، لأن المرحلة الأولى كان نسبة التصويت كما أعلن أخيرا 52% مش 62 زي ما اتقال، نزلت لأقل حوالي 20 أو أقل. لكن لما الواحد يفكر يجد ليها أسباب. نعم. السبب الأول إن المرحلة الأولى كان فيها انتخابات قوائم وأفراد. عظيم. وبالتالي كانت الأحزاب والكتل الحزبية السياسية بتحشد. نعم. والأفراد
بيحشدوا، عظيم. وكان المرشحين على المقاعد الفردية بيتجاوزوا في كل الدوائر تقريبا 100 و120، أصبحوا قاصرين في الأرجح على 2 أو 4 حسب طبيعة دايرة. فده عامل أول نعم. في تراجع. العامل الثاني إن أغلب الإعادة بين حزبي التيار الإسلام السياسي، نعم. الحرية والعدالة والنور. والنور، وبالتالي غير المنتمين لهذا التيار حسوا انهم غير مطالبين بانهم يبدوا رأيهم، بالنسبة ليهم ده ما يفرقش. طب والناس اللي حابين الحزبين دول يعني ليه ما نزلوش؟ ما هم دول، اه ما هم حجمهم يعني لا، في عامل آخر تمام. يعني ايضا هم يعني حاسين انهم فايزين، خلاص احنا المسألة بتاعتنا انتخابات داخلية بين النور والحرية والعدالة، فما بقاش الدافع قوي. ايضا في حالة يعني خاطئة من اليأس اعتقد اصابت الخائفين او المعارضين لتيار الاسلام السياسي واطروحاته المختلفة، اعتقد ده يعني هو كده ده السبب من ضمن الاسباب. اجتهاد في تفسير ما حدث. طيب استاذ حسين، دلوقتي خلينا نتخيل كده ان احنا بقى عندنا خلاص مجلس شعب، وزي ما حضرتك بتقول انه يعني التصور ان احنا خلاص يعني المرحله الاولى دي المفروض يعني اللي فيها الناس المنتميين للاحزاب الاخرى غير الاسلاميه يمكن هم اللي هي المرحله الاولى، انما المرحله الثانيه والثالثه غالبا غالبا والله اعلم، طبعا احنا الشعب المصري بيعمل مفاجآت طول الوقت، صحيح، فيعني انما غالبا انه هو هيبقى برضه ناحيه الحريه والعداله والنور. هنتخيل بقى ان احنا خلاص بقى عندنا مجلس الشعب. المفروض ان مجلس الشعب ده من ضمن مهامه الاساسيه في الفتره اللي جايه دي ان احنا نحط الدستور. كويس؟ والدستور ده المفروض ان هم فيه 100 هنختارهم عشان يعملوا الدستور. صح؟ طيب مظبوط. ال100 دول هنختارهم على اي اساس؟ وهل هم الناس اللي ممكن يعني ممكن يكون اللي داخل عشان من ضمن ال100 دول اللي موجودين في مجلس الشعب مثلا هم اللي هينضموا لل100 100 شخص عشان يحطوا الدستور؟ الحقيقة هي المجلس الأعلى للقوات المسلحة والإعلان الدستوري والمراسيم المختلفة اللي أصدرها في اتجاه أن مصر تنتقل تنهي المرحلة الانتقالية وتنتقل من الاستبداد للديمقراطية لخبط الجميع. نعم. في العالم كله بيبدأ التحول الديمقراطي بصياغة دستور جديد، وعلى ضوء هذا الدستور تتحدد طبيعة النظام السياسي، جمهورية برلمانية، جمهورية رئاسية تجمع بين ملامح من هذه وتلك إلى آخره، ويتحدد اختصاص البرلمان، هل هيبقى مجلس واحد ولا مجلسين، واختصاصه واختصاص الرئيس الجمهورية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية، ثم تجري الانتخابات. هم خدونا الوضع غريب جدا، ينتخب الأول وبعدين البرلمان اللي هيجي وهو من مجلسين شعب وشورى، أول حاجة يعملها ينتخب جمعية تأسيسية. كويس. ده قلب للأوضاع. لم يحدث في التاريخ في أي بلد إن البرلمان هو اللي يشكل الجمعية اللي هتضع الدستور ويفرض رؤيته على التشكيلة. أضف إلى ذلك إن حتى هذه اللحظة لم يتحدد بعد إيه المعايير والأسس اللي هيتم اختيار الجمعية التأسيسية عليها. نعم. هل ممكن يبقى فيها أعضاء من المجلس أو كلها من المجلس أو كلها من خارج المجلس؟ كانت جرت محاولة
من الحكومة ممثلة في الدكتور علي السلمي والمجلس الأعلى للقوات المسلحة لحولة التوافق على مبادئ أساسية للدستور نعم. ومعايير اختيار الجمعية الأساسية. لكن تيار الإسلام السياسي قلب الترابيزة وأثار جدل عقيم حوالين مدنية الدولة وحوالين وجود مبادئ عامة للدستور يتم تمام. التوافق عليها، وانتهى الأمر إن احنا الآن لا نعرف المجلس اللي جاي الشعب والشورى لما هيخلص في مارس كيف سيتم وإيه المعايير اللي هيتم على أساسها. انت نعرفش غير إنهم يتعدوا. طيب أستاذ حسين، بعد